فيديو جديد من ماي يوتيوب شانل. I know it's been a while. اسمحوا لي بزاف علاش حلا ديما حطيت فيديو. Before اني كنقول لكم just briefly علاش بغيكم تمشوا تشتركوا تلايكيو and to promote me انني نعطي plus de contenu في يوتيوب. وانا كنوعدكم ان غادي يكونوا دي كونتوني diverse غادي يعجبكم بزاف. ولكن شاركوا عاوني موتيفوني و let's do it. So اكيد my coffee. اولا انا من عشاق القهوة FYA كمود دابا. وبما اننا اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو زوين واللي كيعجبني وفيه انه جمعة سبتمبر وكل شيء كنسولو كيفاش نديرو وغادي نبداو سنة جديدة وغادي نبداو فيها انشغالات دراسة العمل. ف كوفي خصها تكون انا بالنسبة لي انيس الرفيق ديالي. اوكي so تنتوما بغيكم تاخدو كافي واتر تي اي شيء كيعجبكم شربوه معايا وخذوا معاكم واحد الكارني وليت تيك نوت حيت غنعطيكم واحد 5 things اللي غيعجبوكم واللي غيعاونوكم وغادي نشاركو معاكم باش تبداو هاد السنة الدراسية والسنة العمل بجدية with productivity. awesome. علاش ما كنش كنحط لي فيديو من الفيديو الاول ديالي اللي مع على يوتيوب شانل اللي على طنجة عرش الشمال واللي ما شافوش نبغيه يمشي يشوفو ويشوف من اجمل المدن المغربية وتعرف على المغرب ويتعرف على مدينة من اشهر واجمل المدن في المغرب وهي طنجة. غادي نخلي اللينك in my description box وسبسكرايبيو بالنسبه للناس اللي باقي ما سبسكرايب سورتو كحنا يلا غادي نبداو دابا فهاد لاشين وحنا وانا كما قلت لا ذا فيرست تايم نبغيو نغرو وي نيد تو غرو توغيدر فهمتي يعني اون فوا تمشي تشوف ما غتخسر والو اشترك موتيفيني عطيني لايك كومونتير باش نجي نعطيكم كثر ديال لي كونتوني وي غرو توغيدر وي شير واحد الفيجن وغنديروا واحد الكوميونيتي توغيدر. سو that's for هاد لو تروك. علاش حال هادي انا عندي اوريدي واحد الفيديوز وفلوجز اللي هما اصلا فيلمد ولكن باقي ماشي اديتد. علاش حيت اي هاد ا لوت اوف ستاف جوين اون كان عندي بزاف د الاشياء بزاف د الشغال بزاف د الاشياء اللي كان خصني نعطيهم الوقت وبالتالي ما قديتش انني ننزلهم ما قديتش انني اديتي في الوقت وما قديتش انني ننزل هادوك الفلوجز وهما فلوجز ذات ام شور يو غانا لاف ذم لانني درتهم ويد لاف وبحب وبشغف وهما على اشياء زوينه بزاف وهما بجوج على اشياء زوينه بزاف ولكن وعد غادي تحطوا قريبا جدا غا ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش اون فوا يتنزل اي حاجه عندي في ماي يوتيوب شانل نتوما تكونوا اول وحدين اللي غتشوفوها اوف كورس. احسن وبما ان ما غنجيش نكثروا في الهضره وحنا اليوم غنهضروا على واحد التوبيك اللي هو زوين واللي انا صراحه كيعجبني واللي دائما فين كنكون مثلا اما مع ماي فريندز ولا ماي ريليتيفز ولا اي واحد فين كنكونوا في مجمع دائما فين كيبدا يقرب فين كيسالي فصل الصيف اوغست جولاي وكنبدا غندخلوا مثلا في سبتمبر وحنا دابا النص ديالو كنبداو اننا ديما كنسالو عاوتاني كيفاش وي جيت اورجنايز كيفاش وبزاف الاشياء كطيح على راسنا. يس ذاتس جود وقررت انني هاد الفيديو غيكون ديديكاس لهاد كيفاش غادي نرجعو حياتنا ان ا جود واي. اكيد وبما اننا غادي نبداو نقولو شنو هما خمسه ديال التيبس والنصائح اللي غنقدر انا نشاركو معاكم اللي انا صراحه كنتبعو باش انني ننظم التوقيت ديالي وننظم خاصه فين كيكون عندي واحد البريك وخصني عاوتاني نرتب حياتي باش نبدا في الدراسه العمل الى غير ذلك. فهادو اشياء نتخاصم معاكم لكم نتوما متابعين اللي نبغيكم تشاركوا وتلايكي وتكومونتو باش تجوني نعطي كتر وما تنساوش تابعوني على all my social media تويتر انستغرام تيك توك اللي غتلقايهم تلقاوهم في الديسكريبشن بوكس. فاول شيء اللي غنبغي نقول لكم او اول نصيحه وهي planning ahead of time. ما معنى planning ahead of time هي ان مثلا اسبوع يومين قبل كتقول هذاك الاسبوع عندي فيه بزاف الاشياء اللي خصني نحققهم فيهم. هذا الشيء اللي مهم بزاف. برمج يكون عندك واحد الفكره اوليه كيفاش الاسبوع ديالك خصو يكون
وهذا كيتسمى برمجة مستقبلية. شيء ثاني هو organize your time أو ترتيب الوقت ديالك. هذه من الأشياء المهمة والجوهرية إلى بغينا نكونوا ناجحين وبغينا نكونوا النهار ديالنا مثمر، هو إن الوقت ديالنا خصو يكون منظم. كل ساعة كل وقت ديالها خصنا نعطيو العمل ديالنا، خصنا نعطيو العلاقات الاجتماعية ديالنا الوقت، يعني تنظيم الوقت هذا شيء مهم. بالنسبة للناس اللي غيسولوا كيفاش ممكن ننظموا وقتكم، ننظموا وقتنا، إلا كنتو باغيين فيديو بحال هكا خليو لي تعليقاتكم لتحت وغادي ندير فيديو كيفاش انا personally I organize my time، يعني كيفاش انا غادي نشارك معكم اشياء كنستعملها اللي هي بسيطه واللي هي سهله كنا ممكن نستعملوها اللي تعاوننا باش نرتبوا الوقت ديالنا باش ما نكونوش تائهين. ثالث شيء هو to do list. انا كاتبه شي باش ما ننسى لكم حتى حاجه. to do list بمعنى ان كل حاجه خصكم تكتبوها، شنو الاشياء اللي خصكم ديروا خصكم تكتبوها اما نهار قبل، يعني الليله قبل ولا في النهار ذاته باش يعرف باش تعرف الاشياء اللي تقدر تحققها في ذاك النهار والاشياء اللي صعب تحققها في ذاك النهار وتاجلها اليوم الثاني، ولكن اتليست كتشوفها وكتعرف شنو هما الاولويات، يعني prioritization. هذه شي حاجه من الاشياء اللي مهمه اللي داخله في فين كتكون كتيك نوت يو تو دو ليست كما كنقولوا. هذا الشيء اللي انا نبغيكم ننصحكم به وانكم ديروا لانه كيعاون بزاف وكيعاونكم تبقاو منظمين في عقلكم وحتى النهار ديالكم كيكون مرتب، التوقيت ديالو كيكون مرتب وحتى الاشياء النوعيه ديال الاشياء اللي عندكم ديروها كترتب لكم. رابع شيء هو put deadlines. هذا الشيء اللي تعلمته صراحة في كنت في الجامعة، تعلمته شيء اللي مهم 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 بزاف، هو إن كيخصكم دير واحد الأجل العمل ديالكم. كانت من الأشياء المهمة عندنا إحنا كزما students وطلبة الطلبة اللي كيشوفوني أكيد غيفهموا شنو كان يعني إنه ضروري الاستاذ ضروري عندك واحد الوقت محدد اللي كيقول لك خصك تعطيني فيه هذا العمل. هذا شيء تعلمته عاوني ان حتى دابا وباقا كنعطي راسي، انا كنعطي راسي ديدلاينز، كنعطي وقت راسي باش انني ما نبقاش تايهه وباش انني ما نبقاش تالفه وباش انني يكون عندي واحد الترتيب ونحقق اشياء فواحد الوقت محدد. خامس هو اخر حاجه وهي بزاف الناس كينساوها واللي كنظن انها اهم 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 حاجه من هادو كاملين، هو تيك بريك. خصك تاخذ واحد الوقت الفراغ ليك، تقدر يكون داي اوف، يقدر يكون مثلا ويكند اوف، يقدر يكون ساعه اوف، اي حاجه ساعه ساعتين في النهار اللي تكون ديالك، اللي تكون ديالك اللي تخليك تفكر مع راسك، تعطي الراحه لراسك. لان ما يمكنش الا كنا تعبانين ومرهقين من صعب اننا نكونوا مثمرين واننا نعطيو واحد العمل بطريقه مزيانه بزاف. هادشي علاش كنقول لكم خذوا وقت في النهار لراسكم غير راسكم. سو هذه هي نهايه الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى انكم عجبكم. ما تنساوش تتابعوني على كل ماي سوشيال ميديا، انستغرام وتيك توك، شاركوا فعلوا الجرس، لايكيو كومونتيو وخليونا we grow together، خلينا اننا نستافدو اكثر واننا نبارطاجيو دوطخ كونتوني ونولي واحد الفاميلي بيغ فاميلي. وهذه هي النهايه، كنبغيكم بزاف ماي لوفرز، سي يو.